قالت شيخ لك مقطع يتداول الآن، وهذا أنا كنت ضمن حضور مع جلالة السلطان في حديث كذا مباشر، ما بعرف إذا يحضرك في ذاكرتك أيضا تفاصيل هذا كان هنا، كان زائر وفد علمائي جزائري، وطلب برئاسة الشيخ ناصر بن محمد المرموري، وطلب من كان وزير العدل والأوقاف الإسلامية هو الشيخ مبنى عبد الله الحارثي، وطلبوا مقابلة جلالة السلطان. طبعا جاءت الموافقة بسرعة، لأن جلالة السلطان يحب يعني أن يقابل العلماء، وأن يقابله العلماء، وأن يعني غير ذلك، ويتداول عندهم أطراف الحديث في الشؤون العلمية وفي الشؤون الفكرية. نعم. فقال لي الشيخ معالي الشيخ محمود بن عبد الله الحارثي انك تصحبنا. قلت تفضل. الحقيقه ذهبت معهم، كان في قصر السيب طبعا انذاك هذا العام في سنه 1900 في شهر يناير 1992 ميلاديه. عفوا، الحمد لله. نعم. كان في سنه 1992 ميلاديه شهر يناير. فذهبت طبعا بمعهما، وحدثت هنالك طبعا مداولات في الحديث، في العلم، في الكتب وغير ذلك. نعم. وكنت قد شاركت طبعا في الحديث. فيما تحديدا كان الحديث؟ ذكر عن الوحدة الإسلامية، عن الكتب التي صادرة حديثا، يعني عن المؤسسات التعليمية في الخارج، يعني حول هذه الأمور يعني. ينزعج أو يوصل جلالة السلطان هذه الاختلافات الفقهية واختلافات هو يوصله، المذهبية؟ ولكن جلالة السلطان كان مستبشرا خيرا. يقول في بعض الكتب شيء جيد انها توحد بين المذاهب وغير ذلك واشياء، وعندك انا كان واصل لنا كتاب، وصلت على كتاب يعني انك انه جميل محتوى الكتاب، محتوى الكتاب فيه تقريب بين المذاهب وبين الامه الاسلاميه لا غير ذلك. كان قريب. نعم. جلسه جلسنا عنده حوالي 45 دقيقه ما شاء الله، كان الحديث حول هذا يدور. نعم. ربما من هذا الاهتمام ايضا يعكس التوجيه. ولا اريد ان ابالغ اذا قلت كان نسبه الحديث ونسبه مسار الحديث كان اكثر ما بيني وبين جلالة. قلبي بل بالادب تنال اعلى الرتب، فعش حياه العلماء واقرا صنوف الكتب، ودم على